الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إنابة إليه وتوبة عنده ومغفرة للذنب ورفعة للدرجة. وبعد، فهذا يوم آخر من أيام دروسنا في تفسير كلام رب العزة والجلال، نتدارس فيه آيات من كتاب الله من سورة النحل، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نعرض لبعض الآيات التي تكلمت عن بعض نعم الله جل وعلا على العباد، وما قابل به العباد تلك النعم من كفران وعدم إقرار بها، وما ضرب الله جل وعلا من الأمثال التي تكون سبباً من أسباب هداية الناس متى تأملوا فيها وتفكروا في معانيها، حيث ضرب الله جل وعلا أمثلة من أجل أن تكون موضحة لحقيقة المقارنة بين الله جل وعلا وبين العباد. وكما تقدم أن الأمثلة التي تضرب في حق الله هي الأمثلة الأولوية، وهي المرادة بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما الأمثلة التي يتساوى فيها أعضاء من يراد التمثيل بهم، فهذه لا تستعمل في حق الله تعالى، لأن الله جل وعلا لا يماثل المخلوقات. ولعلنا إن شاء الله أن نستعرض عدداً من الآيات من هذه السورة، سورة النحل، ولعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا شيئاً من معانيها وأحكامها. فليقرأ القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم لا زالت الآيات القرآنية تقرر التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله مضادة طريقة أهل الشرك الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله بتذكير العباد بفضل الله عليهم وأنه وحده هو المتفضل بذلك ولذا ذكرهم بعدد من النعم فمن تلك النعم ما يتعلق بخلق هذا الإنسان فقد كان عدما لا شيء ثم بعد ذلك جعله في أطوار ضعيفة نطفة ثم بعد ذلك قلبه من حال إلى حال حتى أصبح بشرا سويا ثم يستمر على تلك الحال حتى يتوفاه الله والوفاء هو بلوغ الأجل والأمد الذي ينتهى إليه ووفاة الإنسان بانتهاء عمره وقال ومنكم بعض الناس يتوفى وهو شاب بقوته وقدرته وبعض الناس يبقى حتى يكبر في السن وهذا أكثر الخلق ولذا قال ومنكم يعني بعضكم يرد أي يرجع إلى ما كان عليه من الحال الأول من الضعف إلى أرذل العمر أي أسوأ درجات حياة الإنسان من أجل أن يصل إلى درجة لا يعلم معها شيئا بعد أن كان عنده العلم الوفير وعنده القوة والقدرة التي تناسب حاله ثم قال إن الله عليم أي يعلم جميع أحوال العباد ويعلم جميع ما في الكون وهو في وقت وهو في ذات الوقت قدير أي أنه لا يعجزه شيء فإن قال قائل لماذا يقدر على الناس هذه الحال بحيث يضعفون في أواخر عمرهم فيقال لله حكمة عظيمة ألا وهي استمرار عمل الناس فإنه متى ضعف الإنسان يبدأ بتعليم من بعده وتسليم من بعده أعماله قليلا قليلا بإشرافه فيستمر عمل الناس وتستمر حياتهم فلله الحكمة البالغة ثم ذكر الله جل وعلا فالشاهد في هذا تنبيه الأذهان إلى المعبود المستحق للعبادة
فإن هذه المعبودات التي لديكم لم تخلق الإنسان ولم تتوفاه ولا ترد أحدا إلى أرض للعمر ولا تفعل في حياتكم شيئا، وبالتالي كيف تقارنونها وتمثلونها بالله جل وعلا الذي خلقكم ويتوفاكم ويردكم إلى أرض للعمر وهو عالم بكل شيء قادر على كل شيء؟ ثم ضرب للناس مثلا آخر، ألا وهو تفاضل الناس في أرزاقهم في الدنيا، فقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس ليسوا على رتبة واحدة، بل هم متفاضلون فيما يتعلق بذلك. ولا تظن أن الرزق يراد به فقط المال، بل الرزق يدخل فيه أشياء كثيرة، من مثل العلم، ومن مثل قوة البدن، ومن مثل مكانة الإنسان عند الخلق، ومن مثل قدرته في الأمر والنهي، ومن مثل وجود الأتباع، فكل هؤلاء رزق. وحينئذ الناس ليسوا على رتبة واحدة في هذه الأمور، بل هم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعضهم الآخر. من الذي غاير بينهم؟ رب العزة والجلال. فهذا الذي فضل بين الناس ألا ينبغي أن تكون العبادة له؟ ثم هذه المعبودات التي تعبدونها، هل فضلت وهل أعطت أحد الرزق حتى تساوونها بين بالله تعالى؟ ثم تفاضل الناس في مراتبهم يدلك على أن الناس ينبغي بهم أن يستشعروا التفاضل بين الموجودات، ففرق بين المعبود الإله الواحد وبين معبوداتكم من الأصنام التي لا ترزق ولا تعطي شيئا. ثم قال: تأملوا في حالكم، فإن الله إذا أعطاكم شيئا فإنكم لا تردونه على غيركم، فالله له الحق في العبودية وهو لم يعطيها أحدا من الخلق، فكيف لا ترضون بصرف ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى غيركم، وأنتم تحكمون بصرف مال الله إلى غيره من هذه المعبودات؟ ولذا قال: فما الذين فضلوا، أي أولئك الذين أعطاهم الله جل وعلا أمور الدنيا، ليسوا براد رزقهم، أي لا يعيدون أرزاقهم هذه على ما ملكت أيمانهم من المماليك الذين تحت أيديهم. لماذا قال برادي؟ والرد رجوع الشيء، لأن الغالب أن العمل يقوم به أولئك المماليك، فهم الذين يكسبون ويوردون مكاسبهم لسيدهم. ولذا قال: مع أنهم هم السبب في إيراد هذا الرزق إليكم، ومع ذلك أنتم لا ترضون برد هذا الرزق إليهم، فكيف تحكمون برد العبادة، بجعل العبادة التي هي حق لله لغيره، بحيث تسوون بين الله وبين هذه المعبودات في العبادة؟ ثم قال: أفبنعمة الله تجحدون، أي لا تعترفون ولا تقرون بما أنعم الله به عليكم من النعم،
حيث تصرفون العبادة لغير الله، فإن الله لم يعطكم هذه النعم إلا لتقوموا بعبادته بها ولتكونوا من الشاكرين عليها. ثم قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. يمتن الله على بني آدم بأن جعل لهم من جنسهم أزواجا، فالرجال يجدون النساء زوجات، والرجال والنساء يجدن الرجال أزواجا. فهذه نعمة لم توجدها هذه المعبودات التي تعبدونها، فكيف تسوون بين الله وبين هذه المعبودات مع أن الله هو الذي خلق وجعل لكم من أنفسكم أزواجا؟ وهكذا أيضا جعل لكم، أي جعل أزواجكم زوجاتكم ينجبن من تفخرون بهم، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. العرب تفخر بالأبناء أكثر من البنات، وتعتز بالأبناء أكثر من البنات، ولذا قال هنا بنين، لأن الإبن للذكر. وهكذا يعتزون بأبناء الأبناء الذين هم الحفدة، ولا يعتزون بأبناء البنات الذين يقال لهم الأسباط، ولذا ذكرهم بأعلى ما يعتقدون أنه نعمة في هذا الباب، ولذا قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ثم قال: ورزقكم من الطيبات، أي أعطاكم من صنوف النعم ما تطيب به حياتكم ويعود عليكم بطيب أبدانكم. ومن ثم كيف تصرفون العبادة التي هي حق له لغيره مع أنه هو الذي ينعم عليكم؟ فمن أنعم عليكم فعليكم أن تشكروا هذه النعم بصرفها في مراضيه وعبادته لا بعبادة غيره. ثم قال: أفبالباطل يؤمنون، يعني بالحجج الواهية التي يستند إليها عباد الأصنام تؤمنون بها، وبالتالي تصرفون العبادة لغير الله تعالى مع أن هذه المعبودات لا ترزقكم ولا تعطيكم ولا تجعل لكم أزواجا ولا بنين ولا حفدة ولا تفضلكم على غيركم في أمر الرزق ولا تخلقكم ولا تتوفاكم؟ وحينئذ أين عقولكم حيث جعلتكم هذه العقول تجحدون نعم الله وتكفرون بها ولا تصرفونها في عبادته ومراضيه؟ ولذا قال: ويعبدون من دون الله. يقول: مع أن الله هو الذي يرزقهم، إلا أنهم يعبدون من دون الله، أي يتوجهون بالذل والخضوع وسؤال الحوائج إلى هذه المعبودات من الأصنام وما ماثلها من الأحجار والقبور والأولياء، وهم لا يملكون لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فالرزق مملوك لله تعالى، هو الذي يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى، بينما هذه المعبودات لا تملك لأحد رزقا.
ثم قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فإن الله لا يساويه أحد من خلقه حتى تضرب له الأمثال التي يساوى فيها بين الخالق والمخلوق. فإن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل، وله من الصفات ما لا يماثله فيها أحد من الخلق، ولذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان مهما كان عنده من القدرات فإنه لن يصل إلى درجة العلم بالله تعالى، فالله أعظم وأعلى وأجل من معارف الناس في الله تعالى. ثم ضرب الله جل وعلا مثلين أولويين وليس على جهة التساوي. المثل الأول عبد أي مملوك لا يملك شيئا، بل هو مملوك لسيده، متى أراد أن يبيعه باعه، وهذا المملوك لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات، فهو مملوك لا يملك، وهو لا يتصرف بأي شيء ولا يقدر على أي فعل. فمن كان كذلك هل يتساوى مع ذلك الذي رزقه الله جل وعلا الرزق الحسن من أمور الدنيا، فهو ينفق منه مما رزقه الله سرا بحيث لا يعلم به أحد، وجهرا يطلع عليه الناس؟ فهل يستوي هذان الرجلان مع أن كل منهما رجل، إلا أن بينهما التفاوت الكبير؟ فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم. ثم هذا الذي ينفق إنما ينفق الشيء اليسير، والله جل وعلا هو الذي يدبر الخلق ويعطي المخلوقين صنوف النعم، وبالتالي كيف يوازى بهذه المعبودات؟ هذه المعبودات لا تسمع ولا تشاهد، فهذا العبد المملوك أفضل منها، وبالتالي كيف تسوون بين الله وبين هذه المعبودات وأنتم لا ترضون أن تسووا بين ذلك المملوك الذي لا يقدر على شيء مع من رزقه الله؟ وقال: رزقه الله، من رزقناه ليبين أن جميع ما لدى ذلك العبد هو رزق من عند الله جل وعلا. فقال: هل يستوون؟ هل هنا استفهام إنكاري لتقرير عدم الاستواء بينهما، وإنما أتي بصيغة الاستفهام للفت الأذهان وتحريكها. ثم قال: الحمد لله. ما المراد بالحمد بهذه الكلمة؟ المراد بها أن صفات الكمال التي هي على أعلى درجات الكمال ثابتة لله تعالى، فإن الحمد هو الوصف بالأفعال الجميلة التي يقدم عليها صاحبها على جهة الاختيار. فالله تعالى له أعلى الصفات وأحسنها، ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون.
فالذي جاء بالإشكال عند هؤلاء حيث سووا بين الله وبين هذه المعبودات عدم علمهم بحقيقة الحال وعدم علمهم بالله تعالى. ثم ضرب الله المثل الآخر فقال: وضرب الله مثلا. أصل الضرب وقوع شيء على آخر على جهة العمد، وسمي ضرب الأمثلة بذلك لأنها تحدث من جذب الأذهان ما يكون مماثلا لذلك الصوت الذي يجذب الأسماع فسمي ضربا، وجعل مثلا لأن فيه مقارنة بين شيئين ولذا سمي مثلا. والأمثال التي يتساوى أطرافها لا تضرب في حق الله تعالى، وإنما يكون لله المثل الأعلى الذي هو المثل الأولوي، كما تقدم أن المخلوق لا يتساوى مع الخالق. قال: وضرب الله مثلا آخر، رجلين كلاهما يشترك في صفة الرجولة، لكن أحدهما أبكم لا يتحدث ولا يسمع، وهو في نفس الشيء لا يقدر على شيء عاجز، وهو كل أي ضعيف يحتاج إلى من يقوم بأموره، كل على مولاه أينما يوجهه أي كلما طلب منه فعلا فإنه لا يحقق مطلوب من طلب منه ذلك الطلب، ولذا أينما يعني في أي جهة وجهه أي حركه إليها لا يأتي بخير ولا يثمر فعله أي ثمرة يستفاد منها. فمن كان كذلك هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فيحث الناس على إعطائه على إعطاء الآخرين حقوقهم وهو في نفسه مستقيم بحيث لا يميل إلى ظلم أو إلى خلق سيء؟ لا يستويان. فهذا المثل يضرب أيضا فيما يتعلق بالله جل وعلا وهذه المعبودات من الأصنام والأحجار والحيوانات التي تعبد والقبور وغيرها، يقال لهم: هل تنفعكم؟ كيف تقارنونها بالله وتسوونها بالله فتصرفون لها العبادة من دون الله؟ كيف تسجدون لها؟ كيف تطلبون منها وتدعونها؟ كيف تقومون بالخوف منها والرجاء لها وهي لا تستطيع أن تفعل معكم أي شيء؟ فهي بمثابة الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، لو أراد شيء من هذه المعبودات أن يحرك نفسه من مكانه ما استطاع إلا بتحريككم، ولو جاءت وساخة أو قاذورات أو غبار عليها لم تستطع أن ترفع ذلك عن نفسها إلا بكم، فكيف تسوونها بالله الذي لا زالت نعمه عليكم تترى وخيراته عليكم متفاضلة متتابعة؟ هذه الآيات العظيمة فيها فوائد وأحكام وحكم
لعلي أشير إلى شيء منها. الأول أن من جاءه الخرف زال عنه التكليف، فلا يطالب بصلاة ولا غيرها من العبادات، فإن الله تعالى قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فإذا لم يعلم زال التكليف عنه، لأن التكليف مرتبط بالعلم، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذه الآيات أن زيادة رزق الله على عبد من العبادات لا تعني نقصان درجته، وإنما تعني زيادة درجته متى استعملها في طاعة الله تعالى. ولذا قال: فضل بعضكم، والتفضيل يعني علو درجة الإنسان. ولذا فإن فهم بعض الناس أن الزهد هو ترك الدنيا فهم خاطئ، وإنما المراد بالزهد استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة. وفي هذه الآيات بيان أن المماليك لا يملكون شيئا إلا بتمليك أسيادهم، كما هو قول بعض الفقهاء. ولذا قال: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وفي هذه الآيات وجوب شكر الله على نعمه وتحريم جحدها وعدم الاعتراف بأنها من عند الله، فيجب على الإنسان أن يتفكر في نعم الله عليه، وأن ينسبها إلى الله، وأن يثني على الله بها، وأن يصرفها في مراضيه. وفي هذه الآيات امتنان الله على العباد بالزواج، مما يدل على أن الزواج أمر مشروع مرغب فيه، وقد جاءت النصوص بالترغيب في الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي هذه الآيات فضيلة الله على العباد بوجود البنين والحفدة، فهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الرزق المباح هو الطيب الذي يعود على الإنسان بالنفع، مما يدل على أن ما ليس كذلك فإنه لا يكون مباحا. وفي هذه الآيات نسبة الفضل لأصحابه وعدم جحد ذلك الفضل، فإن الواجب أن يعترف بالفضل لله أولا، ثم بمن يكون سببا في ورود ذلك الفضل على الإنسان. وفي هذه الآيات الاستدلال بأمر الرزق على العبادة، فمن كان يرزق العباد فهو المستحق للعبادة، ومن لم يكن كذلك فلا يجوز أن يعبد من دون الله. وفي هذه الآيات
أن الرزق بيد الله تعالى، يصرفه كيف يشاء، ويعطيه من يشاء، ويمنعه من يشاء. وفي هذه الآيات تحريم ضرب الأمثلة التي فيها مساواة في حق الله تعالى، فإن الله لا يساويه أحد من خلقه. وفي هذه الآيات أن علم الإنسان بالله قاصر، وفيه دلالة على أنه لا يصح لنا أن نثبت لله وصفا إلا إذا وصفه لنفسه أو وصفه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعلم كنه الله إلا بتعليم منه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من كان عاجزا عن الكسب فإنه يشرع أن يقام معه في كسبه. وفي هذه الآيات تفضيل من آتاه الله المال فاستعمله في مراض الله، وفي هذا دليل لرجحان قول من قال بتفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، فإن الشاكر لما آتاه الله نعمه صرفها في مراضيه. وفي هذه الآيات تنويع الإنسان في النفقات، فمرة ينفق في السر بحيث لا يعلم عنه أحد، ومرة ينفق في الجهر والعلن. وفي هذه الآيات جواز ضرب الأمثلة التي فيها تفهيم لحقائق الأشياء ومقارنة بين من يظن بينهم التساوي. وفي هذه الآيات تحريم أن يظن بالله أنه يماثل المخلوق في صفاته. وفي هذه الآيات نسبة أوصاف الكمال إلى الله تعالى. وفي هذه الآيات أن سبب ضلال الخلق هو عدم علمهم بالله تعالى وبشرعه. وفي هذه الآيات أن من كان عاجزا، أن من كان عاجزا عن جلب الخير بفعله فإنه لا يكلف فوق طاقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فليلبسوا أحدكم مما يلبس، وليؤكلوا مما يأكل، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي هذه الآيات فضيلة الأمر فضيلة العدل، وأنه مما يأمر الله به، والمراد بالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وليس العدل مجرد التساوي، فإن التساوي المجرد ظلم وليس بعدل، فكيف يسوى بين المجتهد والبليد؟ وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان بالأمر بالمعروف، وحث الآخرين على أن يلتزموا بشرع الله فيوفوا حقوق الناس لأصحابها. وفي هذه الآيات أن صلاح الإنسان متوقف على أمرين، أولهما العلم
والثاني العمل. وفي هذه الآيات أن من كان مستمراً على الصراط المستقيم فإنه ناج يثني الله تعالى عليه. فهذا شيء من الفوائد والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير وأن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، كما أسأله جل وعلا أن يفهمكم كتابه وأن يعلمكم سنة نبيه وأن يتولى جميع شأنكم. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك، اللهم تابع عليهم ألطافك وأرزاقك، اللهم ارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم اغفر لأمواتنا جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم وتول جميع شأنهم. اللهم ارزقهم الأمن في ديارهم وبسطة العيش في أرزاقهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم بارك فيهم وجازهم أحسن الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.